طبعا أبشركم مئات الألوف من أبناء الشعب العراقي المقهور والمسحوق والمحطم نفسيا واجتماعيا وماليا، يطوق الآن كل المنطقة الخضراء. يعني يجوز أكو بوابة واحدة واثنين مفتوحة من المنطقة الخضراء، بعد نصف ساعة راح يغلقوها المتظاهرون أبناء الشعب العراقي، يغلقوها. واليوم البرلمان أخويا وصديقي حاكم الزاملي راح يقفض بيده على أنه هو رئيس لجنة الأمن والدفاع، وبعدين يمثل التيار الصدري. واليوم الشارع بعد انتو تعرفون بيد من ومن اللي يتحكم بيه، راح يقفله على النواب تعالي وقفوا على الكابينة. هذا مو عمل برلماني، هذا عمل حتى طلاب مدرسة ابتدائية أو روضة ما يقومون بيه.